هاي جايز، فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن ما ادري المفروض افرح او احزن، ما ادري. بعد اسبوع راح تكون الجامعة، الترم الجديد، السنة الجديدة اكشلي. فقررت اني اسوي هذا الفيديو اللي هو راح يكون عبارة عن تجهيزات زائد مشتريات الجامعة، عرفتوا؟ فراح اوريكم ايش شريت للجامعة. امس جت طلبية شي ان بالليل، فقلت راح افتحها معاكم مع شوية اشياء شريتها من قبل. فيا راح نبدا الفيديو بايش شريت للجامعة، بعدين راح نشوف. Let's go. ترارارا، ترى مرة ثقيلة. شوف صبعي الزبدة. فيلا نفتح اول شيء شئن، متحمسة مرة افتحها. جايز احس بسعاده شديده، فجاه احس يعني ابغى اروح اداوم بكره عشان البس كل ذا. احس متحمسه، كل اشياء حلوه ما ادري كيف. يلا جايز بسم الله راح افتح، مره متحمسه. احس احلى طلبيه طلبتها من شيء ما ادري، بس اوكي. طبعا طلبت شنط كثير لاني قاعده احس الفتره الاخيره مره طفشت من شنطي، فاحتجت اني اطلب شنط. اوكي راح نبدا بالشنط. شنطه نمبر 1، ترارارا، كانها بالموقع احلى. دقيقه شوي انفعصت من الزبده، بس انها الزبده بس انها حلوه يعني. ستيل برضو طلبت هذه الشنطه اصغر يعني. اوكي هذه احلى كثير، مره حبيتها، حلوه. كذا تجي مرة حلو لونه وكل شيء. برضو طلبت شنطة. او ماي جود صار فيها. تعفطت مرة بس ان صارت زفت. شوفي كيف. الحمد لله ان الشنطتين دول مضبوطين. هذه ما ادري صار فيها. هذه الشنطة اللي متحمسات لها وشكلها ان مضبوطة يعني ما اختربت. اوكي كويس، اكبر من ما توقعت، تشيل يعني اغراض. اوكي جلد، ما كنت ادري انها جلد. anyway مره حلوه، مره حلوه، حبيتها. لما تحطون اغراض احس تطلع اضبط لان تصير ثقيله. سو اتوقع اني خلصت الشنط اللي زي كذا، بس باقي توت باجز. شريت اتوقع ثنتين ما ادري، بس لان القديمين توسخوا فيعني في واحده صار فيها شيء اسود ما ادري شكله من السياره، بس انه ما يروح فاتوقع اني راح ارميها. فيا احتاج نيو ونز، واحده ثنتين توت باجز. ترى ابغى اوريكم اياها مضبوط، بس انه يا هذه هي. لا تسألوني ليش ماخذه يعني شيء فيه زي كذا، بس حسيتها كول يعني حلو. المشكله يقول لهم تاج يور ات، مدري بغيت اتفلسف بس حسيت انه لا. الزبده مره حلوه كول، عجبتني. التوت باق الثانيه. ترى اتنشن كيب اب ذا جود مود you will get more. اول مره اشتري واحده زي كذا تكون من فوق مو مربع زي كذا مايله ما ادري كيف، بس حبيتها حلوه. طلعت شنطه ثانيه فخلونا نفتحها. اول شيء اوكي حلوه، بس احس لما نحط اشياء يعني زي كذا تكون احلى. والله حلوه عجبتني حبيتها. طيب الحين راح افتح، ما ادري والله ابدا بايش، بس ان احس بخلي التيشيرتات اخر شيء لان ابغى اوريكم اياهم وانا واقفه لانهم كذا يعني يبين اكثر. فبفتح الاشياء كذا الصغيره. راح افتح شربات، شاري شربات مره كيوت، حسيت ابغى اشياء جديده. ترى 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 هذا اخر شيء. سو خلونا نفتح. هذا اول واحد مرة حلو، كلاود كلاود كلاود. هذول يجون مجموعة.
أو مرة طوال أو لا، الأول الثاني الثالث أنور بالليل. أوه مرة حلو الأخضر. الرابع مرة حلو، أكثر واحد عجبني. أوه حتى الأبيض حلو، آخر واحد. وهذول بعد مجموعة، يعني مجموعة الباترفلايز، عرفتوا؟ أتوقع ثلاثة، أربع خمسة، معليش. هذا الأول، هذا الثاني، مكتوب هنا باترفلاي، هنا في فلاي. هذا الرابع، هذا أحلى واحد. وهذا الخامس ستيل أحلى من اللي قبل. هذا الأخير مرة حلوين. هذا شوفوا زي كذا، ما فيني أفتح صراحة لأنه يعني مبين بس واحد. نجي حق أحلى شيء اللي هو الكفرات، كفرات الجوال. شريت أربعة طبعا. شيء ان مسوين زي كولكشن جديد حق هاري بوتر، وجايبين يعني اشياء حق هاري بوتر، لبس، كفرات، اكسسوارات، كل شيء. فشريت هذا الكفر من الكولكشن ومره حلو مره. خلونا نفتح. ترى مره حلو جايز، مره حلو، مره عجبني. هذا ثاني واحد برضو حلو، محتاره مرة كول. مكتوب the stars in the sky are like you، يعني قاعد امدح نفسي من ورا تريلات. هذا ثالث واحد، مكتوب junior company، حسيته حلو. هذا مدري رقم كم، اتوقع الخامس الرابع اي جس مدري. ترى like wind like rain، تحسونه كذا كأنه قزاز مدري كيف، حلو. ويجي معاه زي الدقيقة، لهم اسم انا دايما انسى اسامي الاشياء، بس الزبده اللي يتعلق بالجوال تزينوه في الجوال ما ادري. مره حلو لما تحطونهم توجذر عايز يطلعون كيوت، حتى تقدرون تستعملونه مو مع ذا الكفر، اي كفر حبيته. وبس هذول كانوا الكفرات. الحين ما ادري وين بننتقل، اتوقع الاكسسوارات. طبعا زي ما قلت عن كولكشن هاري، شريت برضو تعليقه مفاتيح حق هاري بوتر، احس انه واو. شوفوا مرة حلوة، حبيتها. على كل شيء، شنطة، مفاتيح، everything يعني. مرة حلوة حبيتها. So هذول بس الاكسسوارات اللي شريتهم، ما شريت كثير صراحة، لأن أحس الفترة الأخيرة يعني قاعد أشتري كثير فما أحتاج إنه مرة اكسسوارات. شريت كم شيء يعني، شريت خواتم بس أحس ما أدري ما عجبني الاثنين من اللي قاعد أشوفه داخل، يعني شوفوا ما يبين، ما أدري كيف أوريكم إياهم. احس ان خايسين ما عجبوني فما راح اوريكم، ما ادري ما ابي. وشريت هذول ست وعجبوني، يعني كذا مره عاديين بس انه حلوين. احب اللي زي كذا دائره ويطلع منها شيء، ما ادري الفتره الاخيره ما البس الا زي كذا، بس حلوين عجبوني. وهذا خاتم احس متحمسه اجربه لانه كان عاجبني بالموقع. دقيقه شوفوا كيف يجي فراشه، انا شفيني على الفراشات ما ادري من قايل انه عمره 5 سنين. اوه والله نايس. ويت جايز مره حلو، حبيته جدا. شوفوا مره حبيته، وحلو انه بنفسجي داخل. اوه ماي جاد مره حبيته. كنت متردده ان اشتري لان حسيت انه اخاف يطلع بلاستيك ومو حلو، بس مرة عجبني. هذا شريته بس عشان ان الكلام يمثلني 90%، يعني انا عندي كثير بروشات وما استعملهم الصراحة كثير، فوقفت ان اشتري بروش بس عشان شكلهم يعجبني. بس ان هذا ما قدرت لان هذا مكتوب My brain is 99% song lyrics، وهذا يعني اصدق شيء ممكن احد يقوله عني لانه من جد، فما قدرت ما اشتري. وحلو اصلا، ف يا راح احاول اني البسهم البروشات لان قاعدين بالدرج مثلهم مثل ما ادري الطاوله. هذه سواره صح؟ لا مو سواره دانا، هذا حق الجوال زي ما قلت لكم، السلسال حق الجوال، بس احلى من ذاك شكله ما ادري. دقيقه لا بعلقه. الله مره حلو مره حلو. وهذول اخر قطعه من الاكسسوارات، يجون كذا سلاسل مع بعض واحسهم حلوين، حسيتهم حلوين، ما فينا اطلعهم صراحه لانهم كثير. من زمان ابغى هذا الماشروم الصغير اشوفه عند الناس، احس ابي ولا القاه، والحمد لله انا لقيته. يا
طيب باقي أشياء قليلة جدا، بدينا نخلص. أول شيء هذا المج، شريت مج جدا عادي لونه أسود، بس شريته مع الاسترو. بس that's it. شريت فرش مكياج لأنه مرة أحتاج، ما عندي كم واحدة، 1 2 3 4 5 6 7 واحدة حق حواجب. شريت اثنين ايلاينر سائل، يعني لون واحد ابيض واحد بينك، يا راح اجربهم. حزن باقي بس ذا. شريت هذا الدفتر، احس مرة حلو، مرة عاجبني، كيوت، ما ادري حبيته جدا. ايوه حلو. شريت هذه مجموعة الأقلام، حسيت إني أول ابتدائي بس كذا، كنت أدور يعني يجون طقم بس ألوان، دائما اللي يجون طقم بشكل حلو يجون كلهم لون أزرق، يعني ما أدري شو الحكمة، بس هذول فيهم ألوان كثير، يعني كل واحد لون، أخضر وردي أزرق أزرق غامق زي كذا، عرفتوا؟ وأحس كيوت يعني كمان. شريت هذه لأن حقتي صار لها يمكن حرفياً 3 سنين، وأحس خاص يعني لازم أغيرها، لازم أغيرها حق الأقلام، عرفتوا والتسمونهم. قاعدة أنسى أسامي الأشياء اللي أدرس فيها، قلم رصاص، مساحة، مسطرة زي كذا، عرفتوا كل شيء داخل. حسيت هذه حلوة جداً، وراح أرمي حقتي القديمة لأنه مرة يعني. آخر شيء شريت بوك، بس إن شاء الله إنه يكون من داخل، يعني في كذا جيوب كثيرة حق البطايق وحق كل شيء، والشكل واو، الشكل جدا واو، بس إن شاء الله من داخل حلو. بعد عناء جدا فتحته، ليش في ورقة هنا ما أدري يمه شنو هذا. واو جايز، ما في ولا جيب، جيب واحد بس، I think إنه حق الجامعة فقط، يعني يقدرون يستعملونه، ما أدري بس راح أستعمله لأنه شكله حلو، احتمال نستعمل كدفتر. سوي نفسي اكتب ولا ما اكتب، ما ادري بس شكله حلو واو، ما ادري. سو جايز، انا ما قلت لكم ان خلصنا الطلبيه، بس نسيت انه باقي التيشيرتات، الحمد لله والشكر، فباقي التيشيرتات، اسف، تيشيرتات وكم بنطلون. هذول هم طلبت، شفتوا البناطيل اللي تجي قماش مره مريحه حق الصيف، احس كنت ابغاها يعني، فطلبت اتوقع 3 وقت الدوام، عرفتوا ابغى شيء مريح فطلبتهم، مره كنت احتاج. او ماي جاد، يا خلينا نفتحهم. أول بنطلون، أنا دائما أخاف من بناطيل شيئاً لأن ما أدري مقاساتهم غريبة. أوه كول، حبة مثل ما تشوفون كأنه مزيح شوي، ويو يا رب دائما يخيبون ظني، بس إنه لا أتوقع إنهم زينين. دقيقة دقيقة، هذا بنطلون، شوفوا راح أفتح كل شيء، تيشيرت بنطلون الزبدة مع بعض، ما في ترتيب. هذا بنطلون، الله لونه حلو مرة حلو، طبعا انتم تشوفونه مكسر كأنه مدري شلون، بس ترى هو مرة حلو، لايك شوفوا حلو حلو حق الدوام، مرة مريح. اتوقع انه خلاص بناطيل، هذول التيشيرتات اكشلي 3 بس، اقل مرة طلبت فيها تيشيرتات من شيئا، يعني كذا احس حافظت على نفسي وطلبت بس 3. فيرست وان كول، مرة حلو عجبني، طبعا كلهم اوفر سايز، حبيتها جدا. هذا بلو، الله حلو، حبيته مرة، أحب كذا لما الكلام يكون كبير على التيشيرت، أحس أو ماي جاد لوف نيفر فيلز، طبعا العبارة كذب بس يلا اولويز فيلز. anyway الحمد لله والشكر، بس إني حبيته لايك كأنه حق أبوي، بس ما عليه يعني إذا لبسته يطلع أحلى. ترى آخر واحد ومن جد آخر شيء بالطلبية، من جد تكو 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 زبدة. هذا هو، هذا لأن حالة خاصة، أنه مرة عاجبني فقلت أوريكم إياه بالشكل المضبوط. ترى anyway guys أمانة شوفوا شنو فيه، لا شنو فيه من جد. anyway هذه كانت طلبية شيئن، والحين راح أوريكم اللي قلت لكم إني شريت أشياء من أماكن ثانية. هذه خامس مرة أقول هذه الجملة، إني خامس مرة أعيد التصوير. الزبدة في شيء جدا متحمست له، أحسه واو مرة حلو، هذا من محل أول مرة أشوفه، بس كنا رايحين ما أدري تذكرون يوم بالأحساء رحنا النخيل مول، لا مو النخيل، العثيم مول، ايه، وشفت هذا المحل هو يبيع اشياء استوائيه، عرفتوا اللي زي مينيسو، اشياء كذا كيوت، وشفت هذول الشيئين واخذتهم حق الجامعه. يعني شفت هذا النوت بوك، او ماي جاد شو السالفه، شفت هذا النوت بوك حسيت ان اول ما شفته قلت او ماي جاد ما راح اطلع الا فيه، وهذا القلم
طبعا عادي ان بتستغربون اني انا ثالث سنه جامعه، بس هذه اشياء اللي ادرس فيها يعني 9 ريال. ما ادري بس انه حلو يعني، كيف بدي اعطيكم كذا دافع انكم تدرسون فرايز. يا ذاتس ات كذا بشكل اوضح، لان الاشياء اللي احبها ما ادري اوريكم اياها بشكل احلى. بيست ويشز فور يو، مره حلو. والشيء اللي قلت لكم اني متحمسات له مره، احس اني راح اخليه بعدين لانه مره تعبت احس، وباقي راح اصور حق انستغرام، يعني راح يكون من هذا الفيديو بس مو اليوم. لليوم خلصنا تصوير، اشوفكم ما ادري متى نكمل الفيديو. هاي رجعت لكم من جديد. طبعا اليوم اكشلي الحين يعني بعد شوي رايحة اشتري عباية جديدة للجامعة، maybe two ما ادري، اذا في اشكال مرة حلوة راح اشتري ثنتين، اذا الاشكال نفسها راح اشتري واحدة يعني. فيا طالعين نشتري عباية. So guys اليوم اليوم الثاني. أمس صراحة رجعت مرة تعبانة، يعني ما صورت لكم إيش شريت، قررت إني أسويه الحين أصور لكم، وبرضو أفتح اللي قلت لكم عنه إني متحمسة أفتح له من قبل، راح أفتح اليوم. يلا خلونا نبدأ. صراحة إن عجبوني عبايات كثير، بس شريت عباية واحدة لأنه ما في مقاساتي للأسف، ولا عبايات في مقاسات، كلهم الناس ماخذينها، يمكن لأنه وقت دوامات وكذا فمخلصين. فشريت عباية مع شيلتها زائد شيلة لحالها، ويحبوريكم. طيب هذه العباية ما أدري حسيتها حلو كذا عجبتني، وشيلتها بيضة زائد هي لونها غريب كذا رمادي فاتح شيء زي كذا ما أدري، بس إن عجبتني حلوة حبيتها. ولكم أبيض زبدة. ياس زائد شريت هذه الشيلة، يعني ما أحكي لكم كيف كيوت كيوت جدا كذا، هي تجي بيضة وفيها قلوب وردية صغيرة، وردي وأحمر actually. oh my god guys كيوت، واو واو. طبعا ما ادري الصراحة مع اي عباية لاني شريتها، ما فكرت ان هل عندي عباية تناسب، بس اتوقع تناسب مع الحمراء، حتى مع ذي مرة مناسبة، بس ما ادري بشوف. شوفوها كيف، او ماي جاد كيوت جدا. I can't believe it. I'm officially a college